الحضور ديالنا اليوم كان هنايا المؤازره والمسانده والتطوع مع الاخوان ديالنا في رجال السلطه، وحنا جنود مجندين وراء السلطه المحليه والسلطه الاقليميه والسلطه الجهويه، وهذا اصبح واجب علينا احنا في الامام في الصفوف الاماميه قبل من الاشخاص اللي الحمد لله تبارك الله راه طناج النار. وحنايا هنايا راه تبارك الله وفود كثيره بزاف الالاف الناس، والحمد لله هادشي هذا راه معروف عند المغاربه التآزر والتلاحم ديالهم، وهادشي هذا كيعطي واحد الانطباع ان باقي كنحسوا ببعضياتنا، وحنا كاملين ان شاء الله يا ربي طالبين الخير وكاملين باقيين هنايا اليوم وغدا وبعد وبعد بعده حتى يخرج هاد الدري هذا ان شاء الله يا ربي سالم غانم لاهله والحباب والناس ديالو. وكنشكر الصحافه على التواصل ديالها معاه، ولولا الصحافه ما كانش هادشي هذا يوصل للقنوات العالميه، راه العالم باسره الان كيعترف بان كاين الصحافه في المغرب. احنا الاخوان جينا من طنجه، جينا بسبب هذا الطفل هذا، وراحنا جيت معايا جوج دراري راهم بغاو يهبطوا، راه منعتنا السلطه مره من نقربوا، وعينا نعملوا معاهم محاولات باش نصيفط جوج دراري جبت معايا من طنجه باش يهبطوا، ما بغاوناش مره. وشحال نقول لك راه هادشي هذا راه ألمنا بزاف، وشحال نقول لك يا ربي يخرج هذا العاقبه بخير، يا ربي يخرجها بخير. جيت هذه طنج النهار وانا هنا من البارح، وللاسف رانا جينا بالظروف قاسيه وباش وصلنا للمكان للاسف وصافي، ولكن الله يجعل كل شيء في سبيل الله. كنتمنوا الليل يكون في صحه جيده ان شاء الله، كنتمنى للمشاهدين كاملين وهذا الرجال الامن والسلطات المحليه والاقليم تشفشوا العمل كامل اللي قايمه بهذا المجهود هذا كامل، كنفتخر بهم وبالشعب المغربي كافه.